السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة كرة سبورت، أهلا ومرحبا بكم. في البداية ما تنسوش تضغطوا على سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. طبيب الأهلي: من الصعب لحق رمضان صبحي بمباراة النجم الساحلي. الجهاز الفني يرغب في التمهيل التام أثناء تجهيز رمضان صبحي لضمان تعافيه بشكل مثالي وتجهيز لمواجهات شهر فبراير المهمة على الصعيدين المحلي والإفريقي. يستأنف الأهلي تدريباته يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها الأحد المقبل بعد منح اللاعبين راحة سلبية. كارتيرون يعيد بن شرقي لتشكيل الزمالك في مواجهة مازيمبي. بدأ سعد سمير تنفيذ برنامجه التأهيلي وينفذ سعد تدريبات تأهيلية في الجيم وفقا للبرنامج الموضوع له بعد عودته إلى القاهرة، ويتابع الدكتور خالد محمود الأمر مع اللاعب من أجل الاطمئنان على سير البرنامج العلاجي والتأهيلي بشكل جيد. أخبار تدريبات نادي الزمالك: استعدادا للقاء مازيمبي الكونغولي المقرر إقامتها الجمعة القادمة من ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. عقد كارتيرون جلسة مطولة مع اللاعبين تحدث خلالها عن مباراة مازيمبي، وهي الجلسة اليومية التي يعقدها كارتيرون مع لاعبي الزمالك قبل المران. وشدد المدير الفني على اللاعبين بضرورة التركيز والاستفادة من عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وأهمية تحقيق نتيجة إيجابية من أجل حسم التأهل. حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تخصيص فقرة خاصة للاعبين لزيادة معدل القوة الذهنية لهم، ومنح المدير الفني للاعبين عدد من الأرقام ولكل رقم تدريب خاص وتنفيذ حركة جسدية معينة للاعبين. خضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتدريبات منفردة في إطار تنفيذه لبرنامج تأهيلي بسبب إصابته الأخيرة. وأدى جمعة تدريباته منفردة بالجري حول الملعب تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق. خصص كارتيرون تدريبات إضافية لأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ثنائي الفريق بالتسديد على المرمى بعد انتهاء المران. وطلب كارتيرون من الثنائي الخضوع لتدريبات منفردة أشرف عليها بنفسه. طلب كارتيرون من الشيشيني ضرورة إعداد تقرير مباشر خلال مران الفريق، وطلب تدوين مدى استجابة لاعبي الفريق لفقرات المران الخاصة من حيث التسديد وأداء بعض الجمل الفنية وتسجيل هذا التقرير لمعرفة نتيجة كل لاعب ومدى استجابته وتركيزه في المران. بدأ أبو جبل التدريب بالكرة بعد انتهاء برنامجه العلاجي عقب الإصابة التي كان يعاني منها، وهي كدمة في الكتف تعرض لها في مباراة الجونة. وأدى فقرة تأهيلية إضافية على هامش مران الفريق بعدما قام الحارس بالجري حول الملعب، وذلك بناء على برنامج موضوع له. أجرى الدكتور خالد محمود طبيب الفريق اتصال هاتفي بالثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود للاطمئنان على حالتهم وسير البرنامج العلاجي لهم. عمرو الجنايني: سيتم تطبيق تقنية الفار بداية من الشهر المقبل بدون تكلفة على الأندية. نفاذ تذاكر الأهلي والنجم الساحلي التونسي من على موقع تذكرتي. محمد إبراهيم يرحب بالانتقال للاتحاد السكندري. بات محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقص الحالي والزمالك السابق على أعتاب الانضمام لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الحالية. وقال مصدر رسمي بالنادي الأخضر للوطن سبورت أن المفاوضات مع محمد إبراهيم وصلت لمرحلة متقدمة بناء على رغبة طلعت يوسف المدير الفني. عواد يفشل في الهروب من دكة الزمالك. محمد عواد حارس مرمى الفريق أصبح غاضبا بشدة من استبعاده من التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه بدأ في السعي بشتى الطرق للعودة للتشكيل من جديد.
وشدد المصدر خلال تصريحاته الخاصة على أن عواد فشل خلال الأيام الماضية في الرحيل للدوري السعودي للهروب من دكة الزمالك، بعدما تحدث مع وكيله لتوفير عرض للرحيل من أجل المشاركة في المباريات حتى لا يفقد فرصة التواجد مع منتخب مصر. إنبي يفتح خط مفاوضات مع الأهلي لضم موهبته. يسعى مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة زكريا السيد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بناء على تعليمات من الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، وفتح النادي البترولي خط مفاوضات مع إدارة الأهلي من أجل الحصول على خدمات عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الانتقالات الشتوية الحالية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة. الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي. رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طلب نادي النجم الرياض الساحلي برفع الإيقاف عن حارسه قبل مواجهة النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا. فرج عامر يكشف موقفه من رحيل ثنائي سموحة. كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن قرارهم بشأن رحيل محمود عزت ومحمود معاذ لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة عن رحيل الثنائي وتلقيهم بعض العروض من أندية في الدوري. الأهلي يطلب زيادة جماهيره 5000 ضد النجم الساحلي. عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي. حصل مسؤول النادي الأهلي على عرض جديد للتعاقد مع وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وتقدم الفتح السعودي بعرض رسمي للإدارة الحمراء لاستعارة المغربي وليد أزارو نجم الفريق لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة. مازيمبي يبدأ تدريباته اليوم على ملعب السكة الحديد استعدادا لمواجهة الزمالك. يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي مرانه في 5 مساء اليوم على ملعب السكة الحديد بمدينة نصر، ويصاحب الفريق الكونغولي نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي لتسهيل تنقلاته وتوفير متطلبات البعثة الكونغولية. ويحل فريق مازيمبي الكونغولي ضيفا على الزمالك في الجولة 5 من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبلة. أبو جبل جاهز للمشاركة مع الزمالك أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا. بدأ محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريبات بالكرة بعد انتهاء برنامجه العلاجي والتأهيل عقب الإصابة التي كان يعاني منها. المصري ينتظر فاكس رسمي من الفيفا. ينتظر مسؤول المصري البورسعيدي وصول فاكس رسمي من الاتحاد الدولي لاتحاد الكرة المصري لإنهاء أزمة القيد الشتوي، بعدما قام اللاعب الشيخ مكورو بحل أزمته مع ناديه السابق الهلال السوداني وشارك مع الفريق البورسعيدي في لقائه الأخير أمام أسوان والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم. اتحاد الكرة: الإمارات تحدد أسعار تذاكر مباراة السوبر المصري. كشف مسؤول اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن مجلس أبو ظبي الرياضي والاتحاد الإماراتي لكرة القدم سيتولوا تحديد أسعار تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 20 فبراير المقبل على استاد محمد بن زايد. وأوضح مسؤول اتحاد الكرة أن الجانب الإماراتي حصل على تذاكر المباراة وسيقوم بطرح التذاكر وتحديد أسعارها بمعرفته بعدما حصل اتحاد الكرة المصري على مقابل ذلك، لافتا إلى أن الجانب الإماراتي لم يخطر الجبلية بموعد طرحها حتى الآن. عبد الحفيظ: بمجرد الاستقرار على رحيل أي لاعب أجنبي من الأهلي سيتم على الفور طلب البطاقة الدولية لإليو بادجي واستعجال إتمام إجراءات القيد لإنهائه قبل مواجهة النجم حتى يكون جاهز من الناحية القانونية وينتظر موقف الجهاز الفني.
ظهر صالح جمعة لاعب النادي الأهلي في مران فريقه أمس عقب الانقطاع لمدة 10 أيام متواصلة على خلفية خلافه مع الجهاز الفني بقيادة السويسري ريني فايلر قاطع نزيف الخصومات المفروضة عليه في الفترة الأخيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة كرة سبورت، أهلا ومرحبا بكم. في البداية ما تنسوش تضغطوا على سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبيب الأهلي: من الصعب لحاق رمضان صبحي بمباراة النجم الساحلي. الجهاز الفني يرغب في التمهيل التام أثناء تجهيز رمضان صبحي لضمان تعافيه بشكل مثالي وتجهيز لمواجهات شهر فبراير المهمة على الصعيدين المحلي والإفريقي. يستأنف الأهلي تدريباته يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها الأحد المقبل بعد منح اللاعبين راحة سلبية. كارتيرون يعيد بن شرقي لتشكيل الزمالك في مواجهة مازيمبي. بدأ سعد سمير تنفيذ برنامجه التأهيلي وينفذ سعد تدريبات تأهيلية في الجيم وفقا للبرنامج الموضوع له بعد عودته إلى القاهرة، ويتابع الدكتور خالد محمود الأمر مع اللاعب من أجل الاطمئنان على سير البرنامج العلاجي والتأهيلي بشكل جيد. أخبار تدريبات نادي الزمالك: استعدادا للقاء مازيمبي الكونغولي المقرر إقامتها الجمعة القادمة من ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. عقد كارتيرون جلسة مطولة مع اللاعبين تحدث خلالها عن مباراة مازيمبي، وهي الجلسة اليومية التي يعقدها كارتيرون مع